عارف يا سامر، انت هتندم كتير قوي على ان انت ما استغلتش الفرصة دي وضربت. عايز ايه يا حمزة؟ مش عارف، مش عارف الحقيقة. بعد ما عرفت ان اختي حاولت تقتل نفسها بسببك، مش عارف اعمل فيك ايه. اقتلك مثلا واخلص البشرية من السماجة اللي انت فيها، ولا خليك تموت نفسك هنا قدامي. مش عارف، احترت. انا بصراحة عجباني قوي ان هو يموت نفسه قدامي. لا 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 لا، نايف قوي، ساذجة قوي. لا بس حلو. لا لا بس اطفالي قوي يعني. هو خلاها تقطع شرايينها فاحنا نخليه يقطع شرايينه؟ لا، عايزين حاجة جديدة كده، حاجة جديدة. اديله طلع في رجله. اخرس، اسكت اسكت، نزل السلاح ده. كفاية لعب عيال بقى. حمزة انا همشي وانت مش هتعرف تعمل معايا اي حاجة، لا انت ولا اخوك ولا عائلتكم كلها. مش عشان موضوع عائلتي اللي انت عارف كويس قوي ممكن يعملوا فيك ايه لو فكرت تلمسني خالص، بس واضح ان انت نسيت هوايتي المفضلة، التسجيل. احب اسجل واصور في السر قوي. انا حمزة، حمزة أنا مريض بالتسجيل، بحب أشوف الحاجات اللي ما شفتهاش وأنا مش موجود أو وأنا مش باصص. بحب لما أدخل الحمام أسمع الكلام اللي اتقال من الناس وأنا مش موجود. كل حاجة معايا بتسجل. اقتلني يا حمزة، اعمل فيا اللي أنت عايزه. تفكرني يا ابني عبط عشان اصدق الكلام اللي انت بتقوله؟ انت تسكت خالص، ما تتكلمش، تسكت. انت السبب في كل اللي هم فيه. حمزه، شوف لك حل في واد اخوك ده. الواد يشرب كاسين يطلع كل اللي جواه، مش ممكن. وانا بصراحه مسجل له ومصور له كتير قوي، هو واختك الاثنين. واعتقد مش هينفع بقى نتكلم في كلام اكتر من كده. يعني انت عارف مهما كان برضو كانت مراتي وانا متربي وابن اصول. يا ابن الش، اسيبه يمشي ازاي يعني؟ زيزو، بابا قال سيبه يمشي يبقى سيبه يمشي. عايز حاجه حمزه؟ تغلط غلط كبير قوي يا سامر. انت غلطت مع ناس ما ينفعش تغلط معاهم، ورحت لبعيد قوي. خليك فاكر. يلا، عايزين حاجة؟ ويا زيزو.